وينضم إلينا في الاستوديو السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إيكيوتي. أهلا بك سيد رائد. أهلا وسهلا. بداية مصافحة لفتت الأنظار بين عملاقي الاقتصاد العالمي، ما هي الملفات الاقتصادية التي ربما ينسحب عليها الاجتماع، خاصة وأنه وصف بأنه استمر لثلاث ساعات تقريبا؟ تماما، هذا الاجتماع هو على خلفية تجنب نوعا ما للانسحاب أو نحو علاقات باردة أو حرب باردة إن صح التعبير ما بين أكبر اقتصادين في العالم. هناك العديد من المحاور على رأسها نحن عن القطاع الصناعي، وعلى رأسها كذلك الأمر قطاع التكنولوجيا تحديدا وسماحيات أو صلاحيات الشركات الصينية في الاقتصاد الأمريكي. أعتقد كذلك الأمر يعني مناقشة الرؤى والآراء المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية الموجودة في بالتحديد ما بين روسيا وأوكرانيا والحرب الدائرة في أوروبا. أعتقد كلا الاقتصادين متأثران بشكل كبير متأثران بتبعات هذه الأزمة. نبقى في إطار الحديث عن الصين وتحديدا عن النتائج التي ربما تكون متباطئة على مستوى مبيعات التجزئة، وكذلك هناك مخاوف بين الحين وآخر فيما يتعلق بقطاع العقار، كل هذا تحت إطار سياسة صفر كوفيد. برأيك إذا ما استمرت هذه الأزمة ما هي التبعات المحتملة؟ هل سنرى يعني انعكاسات أكبر من ذلك؟ يعني أنا أولا توقع بتخفيض النمو للاقتصاد الصيني لهذا العام بناء على المعطيات أو الاقتصاد الجزئي التي صدرت من الصين حتى الآن. الانتاج الصناعي وكذلك يعني أظهر نوعا ما بأنه في عندنا ضعف واضح بالاقتصاد الصيني. التوقعات تم تخفيضها إلى مستويات أدنى بالنسبة للعام الحالي إلى مستويات 3.5% فقط، والعام القادم أيضا التوقعات تم تخفيضها من 4.5% إلى 4% كنمو في الاقتصاد الصيني. أعتقد هذه البيانات تؤكد على أنه السياسة المتبعة حاليا، إضافة إلى أنه في عنا ارتفاع بعدد الإصابات في بعض المقاطعات في الصين، ذلك يثير القلق نوعا ما أنه عنا ركود اقتصادي واضح المعالم في أكبر الاقتصادات عالميا. بلا شك سيتأثر باقي الاقتصادات العالمية بهذه المعطيات. أعتقد سياسة الزيرو كوفيد كيسز أو لا يكون هناك حالات أبدا في الصين، أعتقد تضر بالاقتصاد الصيني وبالاقتصاد العالمي كذلك الأمر، لأنها تقطع سلاسل الإمداد، تؤثر بشكل عام على المعروض في الأسواق وكذلك على طلب للسلع الأولية. فيما يتعلق بأسعار النفط بالترابط مع سياسة صفر كوفيد، بنك جولدمان ساكس تحديدا توقع أن تصل الأسعار لمستوى 115 دولار، هل تتوافق مع هذا الطرح خاصة مع قرب حظر النفط الروسي؟ يعني أعتقد العملية أصعب بعض الشيء، لأنه في عندنا توقعات أيضا بتراجع الطلب في الفترة القادمة، لدينا اقتصادات مهددة بشكل كبير، فبالتالي رفع الطموحات بالنسبة لما يتعلق بارتفاع أسعار النفط بشكل أكبر مرتبط بشكل كبير أنه الطلب لا يزال متضرر وأتفاق المستقبلية أيضا ضعيفة. ممكن أن يكون ذلك على حساب سيطرة أكثر من أوبك بلس، ممكن أن يكون هناك نوع من التناغم أو تحديد مستويات للمعروض النفطي تساعد على دفع أسعار النفط أكثر نحو مستويات 90 دولار للبرميل، ولكن أعتقد مستويات 115 دولار للبرميل يجب أن تكون مترابطة نوعا ما مع تحسن وانتعاش واضح في الطلب، وهذا غير موجود حاليا على الرادار الاقتصادي إن صح التعبير. نعم. فيما يتعلق بالشأن الأمريكي ومستويات التضخم، رأينا أنها انخفضت بشكل واضح مؤخرا، هل تتوقع أن تستمر حتى الوصول لمستهدف 2%؟ وكذلك لماذا نجحت أمريكا ولم تنجح أوروبا بشكل عام؟ يعني كان هناك سرعة باتخاذ قرار تجديد السياسة النقدية من قبل الفيدرال الأمريكي بالمقارنة مع أوروبا على سبيل المثال. لا تزال أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية يعني مرتفعة، ويوجد المجال للارتفاع أيضا بعض الشيء، ولكن التضخم بدأ بالتراجع وهو عند 7.7%. إذا قارنا بأوروبا لا يزال فوق مستويات 10% مستوى التضخم، ولكن أيضا إذا نظرنا إلى أسعار الفائدة فنلاحظ أنه الأمريكية هي أعلى من تلك الأوروبية، ولكن رفع أسعار الفائدة في المنطقة الأوروبية سيؤثر سلبا وبشكل كبير على النمو الاقتصادي المتأثر أصلا بأزمة الطاقة وكذلك في نفس الوقت التوترات الجيوسياسية. أعتقد سيستمر الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، ولكن مستوى 2% صعب أن نشوفه على الأقل خلال العامين أو ثلاثة أعوام القادمة. إذن السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إيكيوتي كنت معنا، شكرا لك. شكرا لك.